تشهد مكاتب لجان استقبال تظلمات الجنوبيين المبعدين من أعمالهم بعد حرب صيف 94 إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة من قبل جنوبيين يشكون التسريح والإبعاد القسري. ويقول المتظلمون الذين حملوا ملفاتهم وافترشوا الأرض إنهم يأملون في استعادة حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. أنا دي خرجنا من عام 94 إلى 2006 هذا فترة تقاعد إجباري من الدولة بقرار شوف، ولا نطالب حقوق من عام 94 ما فيش لنا أي شيء، لا مستحقات لا علاوات لا درجات لا أي شيء. ويقول المسؤولون في اللجان التي شكلت بقرار من الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لمعالجة الوضع في الجنوب والذي يشهد دعوات متصاعدة تطالب بالانفصال إنهم تلقوا إلى الآن أكثر من 95 ألف تظلم في المجالات العسكرية والأمنية والمدنية، الأمر الذي يعتبره البعض مؤشرا على حجم المظالم التي طالت الجنوبيين عقب الحرب. الملفات يعني كثيرة بهذا الرقم وصلت إلى مدى كبير، ونحن ما زلنا في مرحلة أولى في إطار المحافظة عدن ووصلنا إلى هذا الرقم. المعالجات التي تسعى اللجنة من خلاله، هناك حقيقة تصورات لمعالجات، وضع مقترحات بالمعالجة، لكنها هذه بتكون ضمن آليات إنفاذ القرار الرئاسي. ويعد النظر في ملف المبعدين والأراضي التي تم السيطرة عليها عقب الحرب جزءا من حزمة من المقترحات التي طرحت على الرئيس اليمني لتنفيذها كرسائل تطمينية للشارع الجنوبي بأن الوضع قد تغير، وعاملا هاما في حث جميع فصائل الحراك الجنوبي على الانخراط في الحوار الوطني الذي تمثل القضية الجنوبية أهم القضايا التي يناقشها. لا شك أن معالجة مثل هذه الملفات الشائكة وإن بدت متأخرة إلا أنها وكما يقول البعض سوف تساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الاحتقانات في الشارع الجنوبي. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، عدن.